الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في قناة رشا ونباتاتها. والنهاردة هنتكلم على نبات من العصريات، نبات جميل كل الناس بتحبه، هو نبات الكراسولا او نبات شجرة المال زي ما كل الناس بيقولوا عليها شجرة المال، وفقا لفانج شوي. انا مش عارفة ده صحيح ولا لأ، بس هو بيقولوا عليه كده. كمان بيقولوا عليها المرأة البدينة. كل دوت لنبات عصاري اسمه الكراسولا، وهو ده اللي معروف بيه. والكراسولا دوت انواع كتيرة جدا، بتبقى حوالي 300 نوع من انواع الكراسولا. احنا النهاردة معانا النوع المتعارف عليه اللي كل الناس عارفاه بهذا الشكل. نبات الكراسولا طبعا بيختلف في الحجم والشكل، وهي من النباتات اللي سهلة الرعاية جدا وسهلة الإقصار منها. نبات الكراسولا ممكن يتقاصر بالورقة أو يتقاصر بالعقلة. أنا هنا عاملة إقصار بالعقلة لأكثر من عقلة، أخدة عقلة طرفية من النبتة وحطاها في التربة وعاملة منها إقصار، وهي حالتها كويسة وكده تمام. وفي كمان نوع تاني من الإقصار عن طريق الورقة، وإن إحنا بناخد ورقة وبنحطها على وش التربة بالشكل ده، وبتكون دي النتيجة، وبتطلع بيبي صغنن أو بتطلع لنا نمو جديدة أو طفل جديد، وبعد حوالي من 3 أسابيع لشهر. نبات الكراسولا من النباتات اللي من كتر عنايتها السهلة هوريكم ممكن تطلع ازاي. بصوا حضراتكم النبتة دي برضو عملناها بالعقلة، وفي ورقة اتقطعت. الورقة اللي اتقطعت دي طلعت بيبي جديد او نموة جديدة، كذا واحدة من هنا ومن هنا، وطبعا انا مش هفصلها. بصوا حضراتكم شكل الورقة، هي مقطوعة، وادي الطفل الجديد اللي طالع اكتر من واحدة، وانا سايباها اهي بالمنظر دوت تطلع لي نموة جديدة بالاضافة الى النمو عن طريق العقل. فهو نبات سهل جدا وسهل العناية وسهل الرعاية قوي قوي. نبات الكراسولا من النباتات اللي بتحب الضوء الساطع لكن ما تحبش الشمس المباشرة، تحب الضوء الساطع لكن ما تحبش الشمس المباشرة. يعني شمس الصيف تضر نبات الكراسولا، لكن الشمس بتاعت الشتاء بتكون شمس يعني حنينة شوية، تقدر تتعايش وتتعامل معها. في الشتاء نبات الكراسولا بيتحمل لغاية درجة حرارة 8، أقل من درجة حرارة 8 بيتأثر النبات. لما نيجي نروي النبتة، هي النبتة دي ما بتحبش الرطوبة، فلازم أما نيجي نروي نتأكد تماما من جفاف التربة. يعني التربة عندي هنا كده بالشكل ده، هي طريق رطبة. بصوا في حاجة وقعت وأنا بصور أهي، بيبي صغنن من البيبيهات اللي طالعة من نبات الكراسولا وقعت. أنا هاخدها أحطها في التربة بالشكل ده، ولسه في 2 أو 3 كمان. ادي واحدة من هنا وواحدة من هنا وواحدة من تحت من نبات الكراسولا. المهم نخلي التربة بتاعتها ما تبقاش ايه، ما نزقيش الا لما التربة تجف تماما. بنسمدها بايه نبات الكراسولا؟ الكراسولا بتتسمد بسميد سائل، ممكن يكون NB NBK مخفف، اللي هو ممكن يكون على شكل سائل وممكن يكون على شكل بودر، نخففه بالمية، نحطه معلقة صغيرة على لترين مية ونزقي بيه مرة واحدة في الشهر، ده خلال فترة الصيف. انما في فترة الشتاء بيكون النبات في حالة سكون، بيكون النبات في حالة سكون، فالافضل ان احنا ما نسمدش لان النبات في حالة سكون. ويفضل يغير له القصيص سنويا،
يعني كل سنة نغير له القصيص لأنه بيكبر عفوا، لأنه بيكبر بسرعة. في حاجة كمان مهمة جدا، إن احنا لما نيجي نعمل إقصار بالعقلة من نبتة الكراسولا، الأول نسيبها لغاية ما يجف السائل اللي فيها. لما السائل اللي فيها كله يجف، نبقى ناخد منها، نبقى ناخدها ونزرعها في التربة، والتربة تكون جافة وما نزقيش أول يومين من زراعتها في التربة، حتى نتأكد من جفاف العصارة اللي هتنزل من الساق علشان ما يحصلش عفن في الجذور. دي من ضمن الحاجات المهمة جدا جدا عند إقصار نبات الكروسول. اتفقنا ان هو بيتكاثر بالورقة او بيتكاثر بالعقلة، كمان بيتكاثر بالبذور، لكن البذور بيتكاثر بيها بيكون ببطء شديد جدا جدا جدا، و ما بنفضلش عملية إكسار نبات الكراسولا عن طريق البذور. طيب، في أمراض بتصيب نبتة الكراسولا ولا لأ؟ وهو ده المهم جدا، لأن في ناس كتيرة جدا بتشتكي من بعض الأمراض اللي بتصيب الكراسولا، ومن ضمنها في حاجة عندي أنا عايزة أشاركها مع حضراتكم. عندي نبتة الكراسولا دي الأم، النبتة دي كانت ورقها مجعد وكانت مصفرة. ليه كان ورقها مجعد وكانت مصفرة؟ علشان كانت الضوء ليها قليل، وكان بزقيها كتير. دي من ضمن الحاجات اللي أدت إلى إن الأوراق بتاعتها تدبل وتتحول للون الأصفر، وده كان بسبب ان عدم كفاية الإضاءة وعدم كفاية الري وتعفن الجذور. بس احنا ما بصينا على الجذور بتاعتها لقيناها كويسة، لكن لما طلعتها بره في الضوء النهاري بعيد عن أشعة الشمس، حالة الورقة المجعدة اتحسنت كتير، وحالة الأوراق برضو اتحسنت. ما فضلش عندي غير ورقة واحدة اللي هي دي، وهي سقطت اهي، ودي هنشيلها ونتخلص منها لأنها ورقة زي ما حضراتكم شايفين كده مجعدة ومصفرة. ده كان من إيه؟ كان من قلة الإضاءة وكثرة الري، الورقة كانت بالشكل ده. ساعات يكون فيها طلاء فضي. الطلاء الفضي ده بيكون إجهاد للنبتة، والأفضل ما نتدخلش في أي حاجة وهيروح لوحده. دي من ضمن الحاجات اللي بتصيب شجرة الكراسولا. في حاجات تانية، نتوءات صغيرة، ودوت نتيجة لعدم ضبط الري، برضو بتصيب نبتة الكراسولا. في تحويل لونها للون الأرجواني أو الأحمر، هوري حضراتكم الصورة عشان أنا ما عنديش منها، وده برضو بيكون من أشعة الشمس. عايزة أوري حضراتكم، أنا كنت هجرب في ده. بصوا الحواف بتاعتها لونها أحمر، لأني حطيتها في الشمس كام يوم، على الرغم ان هي شمس الشتاء، لكن اما لقيتها اتحولت بالمنظر ده نقلتها في حتة ظل، والري بتاعها يكون منتظم. كمان اللي بيحولها للون الاحمر قلة الهواء، قلة الهواء. يعني لو دخلناها، طبعا النباتات العصرية زي ما حضراتكم عارفين ينفع نحطها جوه المنزل، شرط توفير الاضاءة الجيدة ليها وبعيد عن اشعة الشمس المباشرة. لما حضراتكم الإضاءة تقل، بيتحول برضو لون الكراسولا أو السيدة البدينة أو شجرة المال للون الأحمر. اتفقنا إن الفانج شوي اللي هو الصيني هو اللي أطلقوا عليها شجرة المال، وقالوا إن هي بتجلب الحظ أو بتجلب السعادة أو بتجلب المال وفقا للفن بتاعهم في الصين، وأنا طبعا مش متأكدة الحقيقة من الكلام ده. طيب، ايه تاني بيصيب الكراسولا وكتير قوي قالوا لي عليه؟ اللي هو فقد الاوراق. فقد الاوراق ده نتيجة السقي الغير منتظم، ونتيجة كمان استخدام الماء الساقع. يعني احنا دلوقتي في الساقعة، ممكن تبقى مية فاترة جدا نسقي بيها الكراسولا علشان خاطر ما تسقطش الاوراق بتاعتها نتيجة اختلاف درجة الحرارة.
في تاني بيصيبها بقع بنية، وده بيكون فطريات بيجي من عفن الجذور، وبرضو بيسبب سقوط الأوراق. تعفن الجذور بيجي من كثرة السقي، وده مش في الكراسولة بس، ده في كل العصريات. كل العصريات كتر المية بتؤدي إلى تعفن الجذور، والعلاج بتاعها إن احنا نوقف الري. طيب النمو الراكد أو النمو ببطء، ساعات شجرة الكراسولة في ناس تقول لك هي بتنمو عندي ببطء. الاهتمام بترطيب التربة والإضاءة، ده العلاج بتاعها، والتغذية السليمة، لما هنغذيها كل شهر النمو بتاعها هيتحسن. طيب الأوراق الناعمة، ده بسبب التشبع بالمية والعلاج وقف الري. وفي نقاط بيضة برضو بتصيب بسبب الرطوبة الزائدة، وعلاجها تنظيم الري. في حرق النبات، وده سببه أشعة الشمس، والعلاج طبعا إن احنا نبعد عن أشعة الشمس. تجعد الأوراق، وده سببه برضو أشعة الشمس. والأوراق الصغيرة، في ناس بتشتكي إن أوراق الكراسولة مش أوراق كده كبيرة، بتكون أوراق صغيرة، وده سببه افتقار النبات للضوء والمغذيات. العلاج بتاعه بيكون انتظام الري والإضاءة، وهتتحسن جدا النبتة معاك وهتفرح بيها. طيب حشرة البق، أيوة بيصيب النبات الكراسولة البق الدقيقي، والعلاج بتاعه بيكون غسل النبات جيدا بمية جارية، وممكن نجيب قطنة ونلفها على أي حاجة ونمسح النبتة مطرح ما هتصاب بالبق الدقيقي، بقطنة فيها كحول أو منقوع الثوم أو أي مبيد فطري موجود عندك. في برضو بيصيبها كمان الدرع، اللي هي عاملة زي القواقع ديت. الدرع دوت علاجه انها تجمع بالايد، ملهاش حل تاني. طيب دودة الجزر، دودة الجزر دي بتعيش على جذور النبات، ودي مش من السهل العلاج بتاعها. المفروض ان احنا بنطلع النبات خالص، وبنشطف الجذور بتاعتها كويسة، وبنرشها بمبيد حشري. وفي العنكبوت السوس برضو، بتبقى دي نقطة صغيرة رمادي أو حمراء، وهنلاقوها بتتحرك باستمرار على النبتة، وبتعمل يعني احنا بنكتشفها من نسيج خيوط العنكبوت إذا كانت موجودة. في طبعا بيكون عقار مناسب لكده، عقار لدودة العنكبوت اللي هي سوسة العنكبوت، وبيتغسل كويس بالمية والصابون. دول حوالي أكتر من 15 مرض بيصيب الكراسولة، وقلت لكم طريقة العلاج بتاعتهم، ومعظم الأمراض بتيجي من كتر السقي أو كتر المية. المية كترها بيصيب الكراسولة بأمراض كتيرة، يمكن من الـ14 أو الـ15 نوع اللي قلته لكم، في 8 9 من عدم انتظام الري وقلة الإضاءة. كراسولة ممكن ندخلها جوه الشقة زي ما قلت لحضراتكم، لكن يكون في مكان قريب من الشباك أو من البلكونة يخش لها الضوء الساطع. مهم قوي نغذي النبات كل شهر. وده كل حاجة عن نبتة الكراسولة. حاسب لكم الصور بتاعة الأمراض، أنا نزلت لكم الصور بتاعتها، وتشوفوها وتحاولوا تنظموها لو عندكم نبتة الكراسولة أو من العصريات. وأنا هعمل لكم حلقات كتيرة جدا عن رعاية العصريات وطريقة إكسارها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة رشا ونباتاتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.